لان احنا الرابسودي السوري بس مشان نوضح شوي فكرة العمل. الفكرة انه نحن عم نجمع 3000 سنة من تاريخ الموسيقى بسوريا، عم نجمعها بعمل موسيقي كبير على المسرح. بمعنى اخر نحن عم نقدم 3 ألفيات، كل ألفية تختص بنوع موسيقي معين او بفترة مرقت بسوريا. الألفية الاولى حتحكي عن بشكل اساسي انشودة نيكال، اللي هي أقدم أنشودة منوطة مكتشفة بالتاريخ. طبعاً عم نقدمها لأول مرة مغنات على مسرح مع مغنية سولو وكورال. المغنية اللي راح تغنيها هي ميرنا أسيس، مغنية الأوبرا، مغنيتنا السورية اللي موجودة بإيطاليا وعم تغني بأكبر أوبرات بإيطاليا. راح تتغنى لأول مرة على مقام البيات، العلماء الأجانب يلي اشتغلوا على أنشودة نيكال وعلى النوطة الموسيقية، لأنهم غربيين ما فكروا بالربع تون، ما فكروا أنه يقدموا أنشودة نيكال بالربع تون. أنا اللي شفته أنه مقام البيات من الشرعي جدا أنه نجرب أنشودة نيكال على مقام البيات، لأنه مقام البيات مقام مغرق بالقدم بسوريا وموجود بكل المناطق السورية، بسوريا الكبرى عم نحكي. بمعنى آخر شرعي جدا أن تكون هالأنشودة، يعني إذا السريان غنوا على البيات فمو غريب أنه يكون قبلهم بشوي الحضارات اللي كانت قبلهم كانت تغني على البيات. فحنقدم أنشودة نيكال على مقام البيات ومغنات مع كورال وسولو. مو نحن مو اختنا دبي، دبي اختارتنا. الإكسبو إكسبو دبي متبني هذا العمل طبعا بطلب من الجناح السوري بإكسبو لتقديم عمل مهم وعمل كبير. وحقيقة يعني إكسبو متبني هذا العمل وعم يتعاملوا معه كأحد يعني أهم العروض اللي عم تقدم بإكسبو على مدى 6 شهور تبع إكسبو. يعني اليوم نحن رايحين باتجاه انه نقدم احد اهم العروض في اكسبو وفي العالم بهالفترة. ممكن يكون في عرض بدمشق بعد عرض الاكسبو؟ منتأمل. مبدئيا العرض مانو سهل، العرض بيتطلب كتير امكانات. هلأ هي الامكانات هي موجودة هنيك، هذا الشيء حندرسه لاحقا اذا حنرد نقدمه هون، ولازم طبعا جمهورنا من حقه ولازم نقدم له هذا العمل، ولكن نحن حاليا متوجهين للعالم. أنا اليوم عم حاول اطلع على الجمهور العالمي. اليوم نحن كتير حكينا لبعضنا قصصنا وحكينا موسيقتنا وحكينا وجعنا وحكينا همومنا لبعض، بس نحن دائما بعاد عن العالم وبعاد عن أنه نقول حكايتنا للعالم. اليوم هاي الحكاية الموسيقية رح تقدم بإكسبو، لأنه اليوم الجمهور اللي موجود بإكسبو هو من كل جنسيات العالم، وهي فرصة كتير كبيرة. نحن أمام فرصة أنه عنا جمهور كبير كتير حيكون موجود بالحفل. الحفل ممكن يعني الفينيو أو المسرح أو هذا المكان اللي حيقدم فيه الحفل، اللي هو مسرح اليوبيل ب7 شباط، يتسع لآلاف الناس، يعني ممكن 5000-6000 شخص. ولما منقول من جنسيات مختلفة عم نحكي من كندا لليابان لأفريقيا، يعني من كل دول العالم حيكونوا الناس موجودين. هاي فرصة حقيقية إلنا لنقدم موسيقتنا. هلا بالنسبة للعمل، هو عمل مكتوب بلغة أوركسترالية، بتضم جواته كمان عدة ألوان العلاقة بالموسيقى الشرقية حتما، يعني عادة بالأوركسترا السيمفونية نحن ما منشوف الآلات العربية بوجودها. هذا العمل ما فينا نقول عمل سيمفوني بحت صرف، وإنما في بيتضمن عدة عناصر من الموسيقى الشرقية، لأنه هي موسيقى مكتوبة من المنطقة هاي، فبالتالي رح نلاقي أوركسترا فيها الآلات الأوركسترالية الكلاسيكية إضافة للآلات الشرقية، الإيقاعات، منفردين والكورال. بالنسبة للموسيقى، اختيار الموسيقيين كان عن طريق إدارة المشروع فينا نسميه، لنختار أحسن موسيقيين موجودين بسوريا، إضافة لإشراك موسيقيين من خارج سوريا حتى نكمل فكرة العالمية للعمل للمشروع. احنا عندنا مشكلة كتير كبيرة، شو اللغة اللي نحكيها للأجانب؟ كتير أحيانا نحكي بلغتنا هن ما بيفهموا علينا، فضروري نحكي باللغة اللي هن بيفهموا علينا.
حتى بالموسيقى كثير احيانا نحكي موسيقتنا فقط صرفه اللي بتاثر فيهم ولكن بجوز ما بيفهموها. وقت نحن بنحكي بلغه اوركستراليه هي اول رساله عم نحكي انه نحن مثلهم، نحن بنحكي اللغه اللي بيحكوا فيها وعندنا الامكانات لنحكي بهاللغه هي. يعني عندنا عازفين شباب سوريين عم بيعزفوا على الالات الاوركستراليه، عندنا اوركسترا، عندنا كورال بيغني اربع اصوات متعدد اصوات، هذول كلهم تفاصيل يمكن نحن ما بننتبه لهم ولكن هي تفاصيل كثير مهمه بهيك عرض موسيقي، بحيث انه وقت يشوفوا العرض يقولوا بسوريا في موسيقيين بيعرفوا يعزفوا اوركسترا، بسوريا في موسيقيين بيقدروا يأدوا هذه طريقه الكتابه اللغه الاوركستراليه. حتى انه مثل ما قلت هو مو شيء تقليدي، فبالتالي نحن عم نحكي اول شيء لغه نحن ما بنعرفها هي اللغه الحوريه، الاغاني الحوريه، عم بيغنوا بالسرياني، رح يغنوا طبعا بالعربي هي سهله، ولكن بعده اشكال لفظ هي مهمه للكورال لحتى نوصل قدر الامكان للون الاصيل للغه اللي عم نحكي فيها. الاوركسترا نفس الطريقه، البازل اللي عم يتركب شوي شوي كل مرحله مرحله مركبهم فوق بعض لحتى نوصل للشكل النهائي للعرض، وان شاء الله بيكون عرض يليق فينا كسوريين بمحفل دولي كثير مهم هو اكسبو، بوجود مع كل الدول الموجوده بالاكسبو. جيت خصيصا لحتى شارك بهذا العمل يلي قام بتاليفه وتوزيع الموسيقى فيه الاستاذ الكبير اياد الرماوي. كثير انبسطت لما تم دعوتي يعني للمشاركه، لانه بالاضافه الى قيمه هذا العمل الفنيه الموسيقيه له قيمه تاريخيه كثير مهمه، لانه هو عم يقدم للعالم كله الثقافات اللي مرقت ببلادنا، سواء الموسيقى السريانيه، النشيد نيكال يلي مكتوب على رقم طيني من 3000 سنه قبل الميلاد، الموسيقى الصوفيه يلي بتمثل كمان جزء كثير كثير كبير من مخزون الموسيقي عندنا بسوريا بمنطقتنا. فهو هي مشاركة كتير كتير مهمة وكتير حلوة بالنسبة لي. أنا مشاركتي بعمل الرابسودي السورية اللي من تأليف أستاذ إياد الرماوي رح تكون مشاركة بترجعنا للماضي تقريبا 1500 سنة. رح أغني باللغة السريانية يلي هي لغة سوريا القديمة مثل ما بنعرف. رح أقدم أناشيد دينية قطعتين لمار يعقوب السروجي تقريبا عمره 450 ميلادي، وقطعة لمار أفرام السورياني، واثنيناتهم أدباء وشعراء سريانيين واللي لحنوا كمان الموسيقى.